بسم الله أبو الإبن روح قدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم عن سيرة أحد قديسي التوبة، وهو عاش في القرن الرابع، وكان صديق للقديس ماري إفرام السورياني. ماري إفرام السورياني قديس من قديسي الكنيسة السوريانية، الملقب بقصارة الروح القدس. قديسنا اليوم هو القديس يوليانوس التائب، والقديس دوت بدأ حياته بعابد للأوثان، وكان بيتميز بأن جسمه ذو بنية قوية. نقدر نقول أنه شبيه بالقديس الأنبا موسى الأسود، وكان عايش في الخطية وتمتع بكل متع العالم من الشهوات الجسدية والخطايا، وكان بعيد تمام البعد عن حياة القداسة. وكان عبد السيد في مدينة بعلبك في بلاد الشام، وفجأة كده حصلت بعض المتاعب والضيقات واجهها هذا القديس، فديت كانت نقطة تغير في حياته، المتاعب والمشاكل اللي واجهها. والنقطة التانية هي موت سيده اللي هو كان بيشتغل عنده. فلما مات سيده ابتدى يتوجه لحياة القداسة، حياة التوبة. نال بعد كده سر العماد وذهب إلى جبل الرها، وهناك اترهبن وسكن في مغارة قريب من القديس ماري إفرام السورياني. الحقيقة القديس ماري إفرام السورياني كان ليه أثر كبير في تغير حياته، أنه ابتدى حياة التوبة وحياة النقاوة، وتغير تماماً عن حياة الخطية إلى حياة القداسة. القديس يوليانوس التائب لما سكن في مغارة كان من كتر ما هو بيبكي على خطاياه، زي داود النبي اللي قال بللت فراشي بدموع المرة، كان الناس وهي معديين جنب القلاية بتاعه بيسمعوا صوت بكائه، كان بيجهش بالبكاء بصوت عالي من كتر ما هو كان بيتذكر خطاياه وبيبكي على الخطايا اللي عملها وأغضبت ربنا، لدرجة إن هو كان من كتر الدموع والبكاء بتاعه إن هو كان بيفتح الكتاب المقدس، وأما كان بيقرأ اسم السيد المسيح في الكتاب المقدس كانت من كتر الدموع اللي بتنزل على اسم السيد المسيح كانت بتتمسح من الكتاب قدامه. حتى إن القديس ماري إفرام لما كان بيزوره قال له مرة إيه اللي مسح الكلمات ديت من الكتاب، قال له من كتر ما أنا بتذكر خطاياي لما أجي أقرأ مثلا قصة المرأة الخاطئة لما بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، أنا بعمل زيها بالظبط، ببكي على خطاياي اللي أسببت الآلام لحبيبي ومخلصي يسوع المسيح. فالحقيقة هو خد موهبة الدموع، إنه كان بيبكي على خطاياه باستمرار، وكل الناس كانوا بيسمعوه وهو بيبكي. والقديس ماري إفرام في مرة قال له أنت ربنا قبل توبتك، فليه بتبكي البكاء الكثير؟ قال له أنا مش أحسن من المرأة الخاطئة اللي كانت بكت عند قدمي المخلص، فأنا ببكي باستمرار على خطاياي عشان ربنا يغفرها لي، وما بستريحش إلا إذا بكيت. الحاجة التانية في حياة القديس يوليانوس تبين قد إيه كان توبته توبة صادقة، إنه كان باستمرار بيسهر في الصلاة. فكانت حياته اتغيرت من حياة الخطية وحياة الشهوات وحياة النجاسة إلى حياة الرهبنة، حياة القداسة، إلى حياة الدموع، إلى حياة الصلاة. فكان بيسهر طول الليل يصلي من أجل أن ربنا كان يقبل توبته ويسامحه على خطاياه. كمان ربنا اداله موهبة أنه هو يحب يقرأ الكتاب المقدس، بالرغم أنه قبل رهبنته كان أمي ما كانش بيعرف يقرأ القراية والكتابة، لكنه بعد حياة الرهبنة اتعلم القراية والكتابة وبقى يقرأ في الكتاب المقدس، وبقى ينهل في الكتاب المقدس كأن إنسان جعان بقاله فترة كبيرة ما كلش. فكان وهو بيقرأ الكتاب المقدس كأن بالضبط إنسان بياكل طعام بقاله سنين طويلة ما كلوش، وكان يحب يقرأ باستمرار الكتاب المقدس، لدرجة أن ربنا اداله موهبة أنه بقى يفسر ويشرح معاني الكتاب المقدس للآخرين. القديس يوليانوس التائب هو عاش في حياة الرهبنة ما يقرب من 25 سنة بعد توبته، وكان صداقته لماري إفرام السورياني أثرت عليه كتير. قديس ماري إفرام السورياني كلنا عارفين إن هو عاش حوالي 8 سنين في برية شهيد، وهناك في شجرة
في دير السريان مشهورة باسم شجرة ماري إفرام السرياني، اللي هو لما حطها كان بيتوكأ على العصا دي القديس ماري إفرام، فبعض الشيوخ ظنوا إن هو بيتفاخر أو بيتباهى زي الشيوخ بتوع البرية، فما كان منه إلا إنه وضعها في الأرض وسابها فأزهرت ونامت هذه الشجرة. فالقديس ماري إفرام هو اللي دون سيرة هذا القديس يوليانوس التائب، وهو بصداقته ليوليانوس استطاع أن يغير حياة هذا الإنسان من حياة الخطية إلى حياة القداسة والطهارة. نستخلص من حياة القديس يوليانوس التائب بعض العظات والدروس المستفادة في حياتنا الروحية. أول حاجة نستفيد من هذا القديس التوبة، التوبة الحقيقية. بعد ما تاب ما رجعش مرة تانية للخطية، بعد ما تاب كانت حياته هي حياة تغير بالكامل، زي الأنبا موسى الأسود وزي القديس أغسطينوس، ما سمعناش إن هم رجعوا مرة تانية للخطية. فدي درس مستفاد، ما تبقاش حياتنا سقوط وقيام سقوط وقيام، لكن حياة توبة حقيقية، بعد بالكامل عن الخطية. الدرس الثاني اللي نستفاده من هذا القديس شعوره باستمرار لما بيتذكر الخطية وبشاعتها بالدموع، حياة الدموع فيها حياة هذا القديس، كان بيبكي باستمرار على خطاياي. وده ربنا دايما يبص لدموع الإنسان التائب ويقول حولي عيناك عني فإنهما قد غلبتاني. ربنا ما بيقدرش يبص الإنسان التائب بدموعه فربنا بيغفر له خطاياه. عشان كده المرأة الخاطئة كان لها نصيب إنها تابت لما بللت قدمي المخلص بدموعها. عشان كده قال من يغفر له قليل يحب قليل، ومن يغفر له كثيرا يحب كثير، زي ما قال لسمعان الفريسي. الدرس اللي بعد كده حياة الصلاة، كان رجل صلاة، كان باستمرار بيصلي وبيجاهد في حياته الروحية. الدرس اللي بعد كده نستفاده من حياة القديس يوليانوس التائب هو صداقته للقديسين. فقد ايه صداقتنا لرجال الله، للمرشدين الروحيين، لآباء اعترافنا، لكل إنسان روحاني، قد ايه بتأثر في حياتنا الروحية لما يكون لنا صداقة مع هؤلاء. إنما صداقة الأشرار طبعا بتتعب الإنسان، عشان كده الكتاب المقدس قال أما المعاشرات الرديئة فإنها تفسد الأخلاق الجيدة. حقيقة هذا القديس عاش في الرهبنة فترة حوالي 25 سنة في نسك وزهد وتذلل ودموع وصلوات باستمرار حتى تنيح بسلام. واللي كتب سيرته زي ما قلت القديس ماري إفرام السرياني، اللي هو ملقب في الكنيسة السريانية بقيصارة الروح القدس. بركة صلوات هذا القديس يوليانوس التائب تكون معنا، ونطلب من ربنا أن احنا كمان نعيش حياة توبة حقيقية، وأن نتعلم من هذا القديس هذه الدروس. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.